قصة لونجا بنت الغول وغيرها من حكاية الزمن الجميل لا تعني الكثير لهؤلاء البراعم في وقت تحولت قراءة قصة أو حتى روايتها على مسامع الأطفال غائبة عن يوميات الجيل الجديد. ولينا نروحوا للوسائل السهلة، الوالدين إذا كانوا تعبانين ولا كانوا الآخر يعطي له التليفون، أعطيني التليفون يشد يلعب لي جو يشوف لي فيديو. دوك أحكي له على لا سورسيغ يعرف لا سورسيغ، بصح ما يعرفش الغولة، الشخصية اللي كانت عندها شهرة في البكرين. وثاني سي نوتخو ريسبونسابيلتي حنايا. توفير القصص التي تحافظ على هويتنا الثقافية تحتاج أيضا لدعم من طرف الأولياء لتركيز اهتمام أطفالهم نحو القراءة. كاين تانيت دار النشر للكتب، يعني شفنا باللي مبادرة شيقة وجات مع اليوم العالمي لل العيد الطفولة أول واثنين وثلاثة جوان. كاين ورشات للأمهات ومديرات الروضات، كاين أطباء يعني دي بروفيسور اللي داروا لنا ورشات تاني تحسيسية بوغ يعني الأمراض تاع الأطفال، النظافة تاع الأطفال، الأورتوفوني تاع الأطفال. ومع كل المتغيرات الراهنة والارتباط الكبير للأطفال بالتكنولوجيا الحديثة، تحارب القراءة لجذب عينة من الأطفال وجدوا فيها ظلتهم. نحب نقرا قصص دايما تاع الحيوانات. في قصة، قصة الأنبياء. إيه، ملي كنت صغيرة وأنا نقرا فيها، نقرا في القصص. نحب نقرا شو القصص كبار عليا تاع الكبار ماشي تاع الصغار. ما زالت القصة تحارب لحجز مكانتها بين كل المغريات المتوفرة أمام الجيل الجديد، وإن كانت القراءة اهتمام البعض من الأطفال، يبقى الحفاظ على الهوية الثقافية التحدي الأكبر أمام الأولياء وحتى الناشرين.